أعلنت وزارة الصحة عن تدشين الموقع الإلكتروني الخاص باستعراض أهم المستجدات الصحية الطارئة في مملكة البحرين باللغتين العربية والإنجليزية، ويهدف الموقع إلى إبقاء الجمهور من مواطنين ومقيمين على اطلاع دائم ومستمر بأبرز التطورات التي تخص الجانب الصحي في المملكة، بالإضافة إلى الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز الصحة العامة بما يحفظ صحة وسلامة الجميع.